يوم دموي عاشته محافظة ذي قار جراء الاحتجاجات الأخيرة على المطالبة بتغيير الحكومة المحلية. صدامات خلفت 8 شهداء وأكثر من 100 جريح، لتصدر بعدها الحكومة المركزية قرارا بتكليف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي محافظا لإدارتها من جديد، وتشكيل عدد من اللجان. أولى مهام الأسدي ضبط الأمن وتقديم قتلة المتظاهرين إلى العدالة، وسط تحذيرات من التسويف والمماطلة بتحقيق مطالب المحتجين. يعني رغم التغييرات الإدارية اللي مرت فيها محافظة ذي قار على منصب إدارة المحافظ، لكنه تبقى القضية مو بشخصية المحافظ اللي راح يستلم فلان أو فلان، تبقى قضية مهمة وهو تلبية المطالب. يا ترى الشخصية اللي راح يعني راح هي تتقلد هذا المنصب قادر على تلبية مطالب المتظاهرين أم لا؟ لا يكون التفاف على مطالب المتظاهرين والسماع منهم، وأكيد هناك شخصيات كثيرة في مدينة الناصية تتمتع بالنزاهة، ممكن هي عندها قدرة على إدارة هذا الملف في ظل هذه الفترة العصيبة. وبحسب مراقبين فإن استقرار المحافظة وإعادة الأمن إليها لا يتحقق إلا بتلبية مطالب المتظاهرين، أهمها محاسبة قتلة المحتجين والكشف عن الفاسدين، إضافة إلى توفير الخدمات للمحافظة التي عدها البرلمان محافظة منكوبة. للأسف لحد الآن لا زالت السلطة تؤمن بالحل الفوقي بدون أن يأتي. يعني شنو المشكلة لما يأتي رئيس الوزراء إلى الناصرية يبقى 2 أو 3 وتأتي بإعلان حالة استثنائية وحل المشاكل بشكلها الحقيقي والوقوف على المشاكل، أما أنه ترسل الوفود وهذه الوفود ترسل رسائل إلى رئيس الوزراء ورئيس الوزراء يقرر بدون اللجوء إلى أبناء المحافظة الحقيقيين اللي هم على الأرض الآن يقتلون وعلى الأرض الآن يدفعون الثمن، أعتقد تبقى الحلول حلول ترقيعية ولا تحل جوهر المشكلة. تشكيل مجلس تحقيقي بأحداث ذي قار وتسمية الأسد محافظا لها أعده متظاهرو الناصرية عبارة عن حلول ترقيعية لإسكات الشارع. من الناصرية سعد الركابي، قناة الفلوجة.